صباح النور عليك يا كريم، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان. هاخد من كلامك، احنا الاول متواجدين في مقر الهيئة العامة للاستعلامات. فعلا هو حدث مشرف جدا، تنظيم كاس العالم لليد هنا في مصر خلاص يناير القادم، والنهارده احنا متواجدين في مؤتمر الاجراءات الاحترازيه لظروف فيروس كورونا. خليني الاول اكلمك عن احنا من ساعه ما دخلنا هنا مشددين جدا على الاجراءات الاحترازيه، الفيس ماسك لازم يكون موجود، لازم التعقيم في كل مكان، يعني طول ما انت ماشي شامم ريحه الكحول، لان هم مركزين جدا على التعقيم بنسبه 100% علشان ظروف فيروس كورونا. خليني اكلمك عن مؤتمر النهارده اللي هيبتدي خلاص كمان نص ساعة. المؤتمر هيكون موجود على منصة دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، دكتور حسن مصطفى رئيس اتحاد دولي لكرة اليد، دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، أستاذة أمل خليفة مديرة الاتحاد الدولي لكرة اليد، دكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم، المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وأخيرا اللواء أركان حرب أحمد الغراب مدير إدارة الأشكال العسكرية. خليني أقول لك يا كريم إن المؤتمر هيمشي كالآتي، إن أولا هيتم عرض فيديو عن الصالات اللي تم إنشائها جديد، دول أماكنهم في برج العرب والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر، وهيكون طبعا بجانب تحديث صالة استاد القاهرة، ده في بداية المؤتمر. بعد كده دكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية هيبتدي يتكلم عن الإجراءات الاحترازية اللي هتتاخد في البطولة، لأن هم مشددين جدا على الإجراءات الاحترازية علشان تتقدم والبطولة تخلص بأحسن شكل، زي ما دايما مصر معودة العالم كله إن هي بتقدم كل البطولات بأحسن وأميز شكل. بعد كده اللواء أركان حرب هيقول كلمة، بعد كده هيكون في كلمة للسادة الصحفيين هيسألوا فيها كل الناس اللي على المنصة أي سؤال عندهم. خليني أقول لك يا كريم إن في لفتة طيبة جدا من منظمين اليوم النهاردة، إن هم عاملين كتيب زي سوفونير لكل الحضور، لأن هيكون في سفراء كتير جدا هيحضروا مؤتمر النهاردة، على أبرزهم سفير البرتغال، كرواتيا، مغرب، تشيلي والجزائر، وسفرة كتير جدا، عامل لهم كتيب. الكتيب ده مترجم 11 لغة، في كل حاجة ليها علاقة بمصر، المعالم المصرية، الأكلات، المناسبات اللي عندنا، علشان يقدروا ان هم دايما يحسوا ان هم في بيتهم التاني زي ما احنا معودينهم. كريم، ده كان كل الأخبار الموجودة هنا معانا من مقر الهيئة العامة للاستعلامات قبل انطلاق مؤتمر الإجراءات الاحترازية لظروف فيروس كورونا لكأس العالم لكرة اليد اللي بتنظمه مصر. عودة مرة أخرى ليك يا كريم.